اسمحوا لي أن أرحب بشكل خاص بفريق ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة الذي يلي النادي الأهلي ومجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب أهمية خاصة وبالغة. حصل على بطولة الجمهورية وكأس مصر الحقيقة، هي بطولات بدون كؤوس، لكن لأجل هؤلاء يعني تلعب الرياضة ويحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على تقديم كل الإمكانات اللازمة ليمارس ذوي الهمم رياضتهم المفضلة. شكرا ليهم إن هم الحقيقة بيدخلوا السعادة على قلوبنا، شكرا ليكم. شكرا يا مروان.